أحب إيش؟ نعم، شاركك في الخلق، شاركك في النوع. نعم، تحب أن أنت تكره كفره، الفاجر تكره فجوره، الظالم تكره ظلمه. نعم، لكن لا تكرهه. نعم، بل ادعو له. نعم، وادعوه إلى الدين، وادعوه إلى الهداية. نعم، فلما فقدت الأمة مقام الحب وصار كل مقامهم مقام تنفير وتكفير وتفجير، وها نعم الآن أهون الناس المسلمين، أهون الناس على الكفار المسلمين. نعم، أي نعم، لما كانوا أعز الناس كانوا أهون الناس. لماذا؟ لأنهم تركوا مقام الحب. أي لأن هذا أول قدم مقام الحب. نعم، حتى إذا إيش؟ إذا أحببت الله كل شيء يخدش هالمقام تبتعد عنه. قدم مقام الحب لرسول الله، كل شيء يخدش هذا المقام تبتعد عنه. هكذا كل شيء يطلبه هذا الحب تفعله. لأن الذي يقول أنا محب للنبي عليه الصلاة والسلام يخالفه في شعره ليس محب، باطل حبك هذا أبدا. إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لا تخالفه ولا في كلمة ولا في طرفة عين، طرفة عين ما تخالفه. هذا صدق المحبوبية. صدق المحبوبية له علامات. نعم، الله يجعلنا وإياكم منهم. يا ربي أذقنا لذة الحب الذي أتأقتها لأوليائك. الله، يا أولادي حب الله هذا، نعم، فتت قلوب العارفين. عارفين، نعم، عارفين، أولياء كبار أئمة ينظرون في الأدلة ويستنبطون منها روحا تتمتع بها أرواحهم. نعم، ذابوا سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وغيره، هؤلاء، نعم، الفضيل بن عياض وغيره، نعم، تفتتت أكبادهم في حب الله، نعم، شوقا إلى الله. نعم، الله يجعلنا وإياكم من أهل المحبوبية.